السلام عليكم. اخيرا يلا خرج انا دابا، يلا دابا من الصبح يعني بغيت نعرف. صح في الصبح انا ما كنتش عارفه، انا قلت لكم ما كنتش عارفه. دابا نعطيكم خلاص الموضوع بانني اكتشفت بان بصح ديال الوراق مزورين وما خداش الطلاق ديالي، خدا الطلاق المراني قبل مني. صافي بقيت انا كنتسنى صافي واحد، حيت دوزو هو الاخرين، يعني اغلبيه حنا الاخرين دوزنا شويه، انا يلا خرج عاد دابا عاد صافي. فاش مشيت عند وكيل الملك قلت له معفاك شنو كاين، قال لي صافي السيد غادي يعتقلو والله يخليك طلعي القاعه ثلاثه وباش تحضري جلسه. مشيت بقيت جالسه كنتسنى صافي عيطوا لي، يعني صافي عندنا الجلسه في شهر 10 فيه 12، يعني هو على الزوير. ايه على الزوير اعتقلو، على الزوير الوراق ديال الزواج. صافي لا لا ما مطلقنيش انا، لا انت كمطلقني غتلقم، حيت هاد نعتقلوه دابا على ود الزوير. مازال انا ما حطيت لا دوسي ديال فيسبوك، ما حطيت الدوسي ديال النفقه، مازال ما حطيت حتى شي دوسي. الدوسي ني دابا هو ديال الزوير ديال الوراق ديال الزواج. انا مازال مرتو وهذيك حتى هي مرتو، ولكن ما عرفاش دابا واش تحسن مرتو ولا ما تحش مرتو، مازال ما عارفاش. ولكن خدات الطلاق ديال المراني قبل مني وتزوج بهاد السيده هادي، ودابا انا يلا خرج الحمد لله فرف تحيه القانون. انا فرحانه بصراحه، فرحت بزاف حيت صراحه في الصباح كنت مخلوعه قلت يقدر يخرجوه كفاله، يعني ما عرفتش، حيت اغلبيه الناس وصحه سولت المحامي قال لك يقدر يخرج كفاله وتخلعت. قلت علاش غيخرجوا السيد راه مزور وراق. لا انا كنت متاكده، عرفتي علاش كنت متاكده 100%؟ انت كنت متاكداش ما غنديش هاد الشوشره كلها. ولكن فاش دخلت عند وكيل الملك اكتشفت بان قابلوني انا وياه والزوجه ديالو، الزوجات بجوج، بان سولوها هي قالت لهم انا وجدت ليه ورق عطيتو، يعني هي ما عندها حتى شي مدخول في هذا الموضوع. هي سولوني انا قلت لهم انا سيدي مازال ما مطلقنيش، مع ان واخا بدا كيجبدوا الدوسيات هادي شفرات دارا. قالوا حنا دابا الموضوع ديالنا ديال التزوير، هذا هو الموضوع ديالنا. كيفاش تزوج هاد السيده؟ بدا كيقول لهم هي كانت ما كايناش، كانت هربانه، عيت ما صيفط لمفوض القضاء للدار، المحامين ديالهم. انا كنت بوحدي كنهضر، ما نجم محامين دخلوا معاه. وبدا كيقول سيدي حنا جمعت، حنا كنمشيو عند الدور للدار المفوض القضاء كتخبع ما كايناش كذا. انا سيدي قلت له سعاد المفوض القضاء وكيل الملك، قلت له سيدي انا اصلا كنكونفيرمو كنت غير في الدار البيضاء، ما كنت حتى شي بلاصه ولا شاهدي ولا. كيقول لك هو عام ما شافني، عام ما عرفني فين. شهر جوج جا هجم عليا، جبنا ليه البوليس. في شهر خمسة عندي اتصال بيني وبينه على ود الفيسبوك، عندي لو كونفيرساس بيني وبينه على ود الفيسبوك، راه عند لاطات في بيني وبينه. كيفاش هاد ما كايناش؟ راه عندي كلشي مسجل، كلشي حاطه في المحكمه. بيان سو الا تنازلت لي انا، حيت قال لي واش غتقدري تنازلي لي؟ قلت له انا ما غنتنازلش في هاد القضيه. دابا عندنا جلسه 10 فيه 12، عندنا الجلسه في المحكمه. لا هو ما كاش كيهضر، كتهضر غير المحاميه ديالو، ولكن الوراق اللي كيقول ماشي هو. هو ما هضرش حدو المره الاولى بصراحه. فاش دخل انا ويا عند وكيل الملك قال ليهم انا هاد السيده ما عرفتها فين، عيت ما نقلب عليها، هربانه، شفرت ليا، خدات ليا دادا. المهم ديك الهضره اللي قالها هو كيقول طلقني طلاق غيابي، انا ما عندي حتى شي ورقه ديال الطلاق، والوراق راه تبتوع في المحكمه بانه هو راه مجوج وكذب، مجوج بالطلاق ديال المراني قبل مني. حتى كان بصح مطلقني ما غاديش يعتقلو دابا، حتى كان بصح مطلقني غتكون عندي الورقه الملف في المحكمه، غادي يقلبوا سميتو. حتى كان ما كذبش، حتى راه ما يكونش مشدود دابا. مين هاد الاوراق زورهم؟ طلاق المراني قبل مني، ماشي طلاقي انا، لا مازال ما مطلقاش انا، مازال مرتو. دا ما عرفتش واش انا مرتو ولا الاخرين مرتو، ما عرفتش شكون اللي حلال فيهم، واش انا ولا هي. مع ان وكيل الملك قال لي لا هذه السيده ماشي خيانه، هكا قال لي ماشي خيانه، هذه مرتو، يعني راه مجوج بها. ولكن ماشي بالطلاق ديالك، بالطلاق السيده اللي قبل، ماشي بالطلاق ديالك. هادشي اللي دار، دار تحيه للقناه، هادشي اللي دار. لا فرحانه بالقضيه ديالي، حيت السجن يعني المحكمه اللي كتقرر واش تشد ولا ما تشدوش. انا فرحانه بان داك الشيء اللي قلته ما كذبتش، يعني داك الاقوال ديالي وداك التصريحات ديالي والمعاناه ديالي اللي كنمشي وكنجي كنتقاد. انتو شفتو في الصح من الصباح من 8:30 انا هنا، راه من الدار البيضاء وانا هنا ومازال انا هنا ما واكلاش. يعني ما انا ما نقبضش وانا غنكذب على هذا السيد،
ولا غنكرفص راسي بهذه الطريقه باش انا غادي نكذب. انا ما كذبش، اوراق ديالي كلها قانونيه، واي حاجه كنقولها ما كنقبضش وكنهضر في امي، كنهضر ديك الهضره اللي قلتها كلها كلها عندي في المحكمه حطاها. وشهر 10 في 12 غنشوف واش عبتي شنو غتكون، شنو غتكون في الجهه. لا زوجه ما هضرات، حدا قالت انا السيد مزوج بيا، انا وجدت ليه الورقه، يعني ما قالت حتى شي حاجه. يعني طبيعي الحال انا كنقول ضحيتها هذيك، يعني ما عارفه والو، هي ضحيه بحالي بحال جميع النساء. ولا سكتنا انا، الا سكت انا غيكونوا ضحايا الاخرين، ماشي اللي هو يقدروا شي وحدين، حتى هما يكونوا حتى هما يقدروا يديروا التحايل ويكونوا ضحايا عيالاتهم. المراه المغربيه، انا مع المراه المغربيه بطبيعه الحال. كما انا امراه ما بغيتش هاد الشيء لراسي، ما بغيتش هاد الحقره لراسي، ما بغيتش هاد الشوهه لراسي، ما بغيتش هاد الدل لراسي، ما بغيتش تكرفيس راسي، ما بغيتش لاي وحده كما بغات تكون المراه كما بغات تكون. وانت ديما مظلومه المراه، واخا المراه كتغوت كما المراه كتغوت كيطلع لها الدم، ولكن ديما مضغوطه من طرف الراجل. انا ما بغيتش هاد الشيء، انا ما بغيتش كل ما سندي في هاد اللايفات ديالي، في هاد الفيديو ديالي. كنشكركم بزاف 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 بصراحه، بكم تقويت حيت كنقرا لي كومونتير كلهم. بصح انا ما كنتش كنعس لهاد الليله، نقدر نعس هاد الليله نقرا شي حاجه وغنعس، حيت ما كنتش كنعس كنقرا لي جميع لي كومونتيرات، يعني كلشي. ملي دخلت لداخل عرفتي كاين لي ميساجات وفاء شنو درتي امدرا عرفتي، يعني اغلبيه اش كنسمع الله يغلبك عليه الله ينصرك عليه. وما نمر بعثيني كنشكر، شفتي في تاهي مسكينه مكافحه معايا ومتابعه معايا، باي حاجه كنديرها كيعيطوا ليا وكيسولوني غادي معهم اي حاجه كنقولها لهم، وهما متابعين معايا. تما مساكن مكرفص نهار وسيدني جا مع 8 الصباح وجا قبل مني، راه هو حتى هو راه مازال ما مشاش، انا لا انا لا انا لا هو. وكنشكر كل ما سندني، يا من مرايا يا مراجل يا اي يا اب يا ام يا جد يا جده، كنشكركم بزاف بزاف. وانا فرحانه بزاف مني، ماشي ما نقولش انا نتشفى من الحبس ديالهم، حيت انا مازال ما عارفاش دابا غير معتقلينو انا على الحق ديالي لان ما كذبتش. الا سمحت لي بزاف ديال الناس دخلوا لي قالوا لي الا سمحت لي، يعني انطاقيوك انتينا ولا ما خصكيش تسمحي لها، يعني كنتي مرا ما غاديش نسمح لي. لا الا سمحت لي يقدر يعاودها، يقدروا بزاف ديال الناس يعاودوها. نقدر بانني انا هو كان غيمشي في الاول ديال شهر 10 كان غيمشي الولايات المتحده الامريكيه، كان غادي يمشي مي دابا انا اللي سمعت في الاول ديال 10، حيت المحاميه كتقول له كتقول لهم قلت لهم الله يخليكم حيت هو غادي يمشي خدمته ها شو خص، يعني زعما طلقوه يعني قدمت، يعني رفضوا لهم الطلب، رفضوا لهم الملف ديالهم، قال لهم ابيض طبيعه الحال. عندك شي كنت خايفه انا عرفتي في الصباح فسمعت بان غادي يتلقى فينا، راه نزلت عليا السخف نزلت عليا الماء بارد، كنقول كيفاش غيطلقوه غادي يمشي لتما وغيخليني انا مرهونه، ما انا هنا ما انا لهي ما انا هنا.